D1FM 91.2. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons leur écrit, car dans la nuit tout s'efface. مرحبا بكم بمؤسسة نور المعارف للتعليم الخاص. هي مدرسة ابتدائية خاصة أحدثت سنة 1992. حبيناها باش تكون إن شاء الله مدرسة نموذجية في صفاقس. بدينا ب 30 تلميذ، واليوم والحمد لله يا ربي احنا عندنا 700 تلميذ بين ابتدائي وإعدادي، وستكتمل الحلقة إن شاء الله 2017-2018 في بعث معهد ثانوي. المدرسة متواجدة على 4 باتيمون. المبنى هذايا باش نعملوا فيه الروغروبمون نتاع الأربع مدارس، هو فضاء نجمو نحققوا فيه العملية التربوية على أحسن ما يرام. حبيناه يكون فضاء على ذمة صغيراتي اللي هما يبداو من 5 سنوات حتى لل 12 سنة. ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. لجانب هذا الكل إن شاء الله نستناو في الإعلان النهائي عن بعث مدرسة بالبرنامج الفرنسي، دونك إينيكول أومولوجي. حصلنا على الموافقة المبدئية من السيد وزير التربية في انتظار رخصة من سفارة فرنسا بتونس إن شاء الله عن قريب إن شاء الله. Sur le monde.